كامل الوزير في أولى جولاته كوزيرا للنقل. زيارة جاءت لمتابعة سير العمل والبدء في الإشراف على حالة القطارات، وعقد وزير النقل اجتماعا مغلقا مع قيادات السكك الحديدية عقب وصوله مباشرة، مطالبا بالانضباط في العمل وعدم التهاون في معايير السلامة في تشغيل القطارات. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف ضيفنا الكريم الأستاذ سامي عبد الرحمن، مسؤول ملف النقل في روزا اليوسف. أهلا بك أستاذ سامي. اهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بك. لعل من التصريحات البارزه للوزير كامل الوزير مع توليه حقيبه النقل، احد التصريحات التي واكبت جولته في محطه مصر انه توقيت عمل مش وقت تصريحات. عندما سئل عن تصريحات يدلي بها للصحفيين او الصحافه، فاكد على انه التوقيت دلوقتي توقيت عمل، وقال دعونا نعمل، ربما قال ذلك نصا. فاسالك اهم ما لفت نظرك في جوله الوزير هذا اليوم. بالظبط كده زي ما حضرتك اشرت، ان المهندس كامل الوزير منذ وصوله محطة مصر برمسيس في 10:30 صباحا دخل في اجتماع مغلق. هما في الحقيقة يعني اكتر من اجتماع، الاول كان مع المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد ونائب وزير النقل الدكتور عمرو شعب، والاجتماع الثاني ضم نواب رئيس هيئة سكة الحديد ورؤساء الشركات التابعة للهيئة، ثم الاجتماع الأخير ضم النقابة أو رئيس النقابة العامة لسكة الحديد ورئيس رابطة السائقين ومجموعة من السائقين. عايز يعني أقول لحضرتك إن المهندس كامل الوزير أكد زي ما حضرتك أشرت للسائقين وللقيادات السكه الحديد ان دي اول واخر مره هنقعد على المكاتب، بعد كده شغلنا في المواقع، شغلنا في المزلقانات، لدرجه انه اشار ان احنا في شهر رمضان الكريم المقبل ان احنا نفطر في محطات القطارات، مش هنفطر في بيوتنا. نعم. المهندس كامل الوزير كان صارم في حديثه لقيادات السكة الحديد ان لا مكان لمتكاسل او لمقصر في هذا المرفق الحيوي الذي بيخدم ملايين الركاب يوميا. المهندس كامل الوزير يعني اعطى رسائل لجميع من يعملون في هذا المرفق الحيوي ان السكة الحديد لازم ان هي تكون منضبطة، تكون آمنة، تكون تتمتع بنظم السلامة والأمان خلال الفترة القادمة. نعم. لكن من خلال متابعتك أستاذ سامي يعني للجولة وحتى يعني تواصلك مع الناس في الشارع، كانت ردود فعل الشارع المصري مع تولي المهندس كامل حقيبة النقل، هل كان هناك حالة من حالات يعني الاستبشار بأنه ربما نجاحات ستتحقق في المرحلة القادمة؟ كيف كانت ردود فعل الناس؟ أنا عايز أقول لك النهارده الناس كانت مستبشرة خير. خلال جولة المهندس كامل الوزير في محطة مصر استوقفه يعني مجموعة من الركاب وقالوا له احنا يا فندم بنتمنى إن مواعيد القطارات تنضبط، نتمنى يا فندم إن يكون القطارات نظيفة. كان هناك يعني نقدر نقول الكثير من الامال، امال الركاب وطموحاتهم معلقه في وجود المهندس كامل الوزير على راس وزاره النقل. كان هناك بعض السلبيات ربما الركاب يعني ذكروها لوزير النقل النهارده في جولته داخل المحطه، لدرجه حتى المهندس كامل رد على احد الركاب وقال له لو القطار ما اتحركش في ميعاده ده رقمي وكلمني على الفور. للدرجه دي؟ للدرجه دي فندم. والمهندس كامل الوزير يعني قال لقيادات السكه الحديد صراحه ان ممكن تلاقوني عندكم في اي وقت، الفجر، الصبح، بعد صلاه الجمعه، الشغل الشاغل ان يعود مرفق السكه الحديد كما كان في السنوات. طيب على ذكر هذه الواقعه وتاكيد المهندس كامل انه مسؤول مسؤوليه كامله لدرجه انه قال هذا التصريح على لسانك، انه قال لاحد المواطنين انه لو ما حصلش الانضباط اتصل بيا بالتليفون واداله رقم تليفونه، يعني بالظبط كده.
ألا يبدو من اللحظة الأولى أن المهندس كامل أخذ على عاتقه جملة من التحديات يا أستاذ سامي، ولا يخفى على حضرتك ولا على المشاهدين الكرام أن ملف النقل وخاصة ملف السكك الحديدية به من التعقيدات ربما ما فشلت فيه وزارات ممتدة في تحقيق نجاحات أو حتى خلخلة فيه؟ هل تعتقد أنه المهندس كامل يعني وضع نفسه في تحدي صعب وعليه أن يواجه الكثير من صعوبات في المرحلة القادمة لتحقيق هذه الأهداف؟ لو بنتكلم عن شخص المهندس كامل الوزير، يعني ده يلقب برجل او رجل المهام الصعبه. عندما يوكل اليه اي مهمه بيثبت نجاحه على الفور. بالفعل زي ما حضرتك اشرت، المهندس كامل الوزير يعني بيقع على عاتقه عده تحديات. يعني ياتي في المقدمه ملف السكه الحديد ومترو الانفاق وبعض المشروعات، المشروع القومي للطرق واستكمال خطوط المترو الانفاق وتحديث المواني والمواني البريه والجافه. يعني صراحه ملف ثقيل جدا، بس ان شاء الله يكون المهندس كامل الوزير يعني ادى هذا التحدي، ونامل في ذلك زي ما كل المصريين بيعملوا في ذلك، يكون النجاح حليفه خلال الفتره القادمه. تمام. اخيرا يعني علمت من حضرتك انه في شيء حضرتك حابب تنوه عنه لمشاهدينا الكرام. انا عايز اشيد بموقف الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، ان هو كان على راس مستقبلين المهندس كامل الوزير في الرابعه ونصف عصرا امس لتهنئته بالمنصب الجديد والتحدث عن المشروعات التي يقوم بها المهندس كامل الوزير وفريق عمله الفترة الجاية في تنفيذه. فكان مهم جدا ان اشيد لحاجة زي كده. في طبعا الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، ان هو يقوم بهذه اللفتة الطيبة، خاصة كمان وان المهندس كامل وزير قبل قدومه لوزارة النقل كان يعرف الكثير عن مشروعات الوزارة خاصة في قطاع الطرق والكباري. وكثيرون أستاذ سامي ربما يعني يذكرون المهندس هشام عرفات بكل خير، أن الرجل يعني برضو في فترته حقق كثير من الإنجازات في ملف النقل أو في وزارة النقل يعني. وكون أنه تسليم المسؤولية بهذا الشكل ربما لا يعني يقلل من شأن ما قدمه الرجل في فترة توليه المسؤولية في وزارة النقل. بالضبط يا فندم، استكمال ملفات في تنسيق متكامل، حتى ان المهندس كامل الوزير اشار ان هيكون في اجتماع تاني واجتماع ثالث للتعرف على باقي هذه التعقيدات او التحديات لاستكمال هذه المشروعات خلال الفتره القادمه. عظيم، اشكرك شكرا جزيلا استاذ سامي عبد الرحمن مسؤول ملف النقل في روزا اليوسف على هذه المشاركه معنا.